هاد السنه واش غتنافسوا على الالقاب ثلاثه ولا البطوله صافي مشات؟ ما حتى حاجه بقى ما مشاتش. ان شاء الله حنا ننافسوا على الالقاب ثلاثه باش نفرحوا الجمهور هذا كيف ما كطالب تشامبيونز ليغ، حيت الرجاء معروف على الالقاب، وهذاك الشيء ان شاء الله الدراري يتقاتلوا حتى الاخر رمق ان شاء الله باش نجيبوا شي لقب. الماتش الجاي في البطوله متخوفين حتى شي حاجه، الدراري مكونسونطرين وعارفين اللي عليهم، ان شاء الله نتقاتلوا باش نديو 3 بوين ان شاء الله باش نرجعوا السكه الصحيح. شكرا. ولا تشامبيونز ليغ ولا كاس العرش؟ كنظن التفكير ديال المجموعه هو ليكيب تجمعات على واحد الفكره هي اللي كتدخل في اي مقابله بديك الروح الانتصاريه. شنو كيوقع على برا حنا خارجين النطاق ديالو، فكنظن كنجيرو مقابله بمقابله. كما شتي اليوم ظهر بزاف ديال العياء على اللاعبين، سيرتو في التوقيت اللي تلعبات فيه المقابله والحراره اللي كانت، فكنظن بانه التاهل هو الاهم. العامل ديال الطريق شويه كيأثر في اللاعبين، فالحمد لله على هذا الانتصار هذاك بين هذو الجماهير العريضه اللي كتجي تساندنا. كما قلت لك مقابله كنجيريو، نمشيو نرتاحوا ناخذوا الطريق ديالنا ان شاء الله، نفكروا في مقابله اللي جاي للتشامبيونز ليغ. بطبيعه الحال الديربي باقي ما وصلش، ولكن عنده واحد الطعم خاص ديالو، واحد الحلاوه ديالو. فاش غتوصل المقابله غنحضروا لها بشكل جيد ان شاء الله. تابعوا حساباتنا على مواقع التواصل، فعلوا جرس التنبيه واشتركوا في القناة لوماتان سبورتس، نظرة جديدة للصحافة الرياضية.